أخوة المؤمنون، نقرأ جميعا الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام فردا فردا وأولياء الله الصالحين ولمن أقيمت له هذه الرحاب الطاهرة، لهم منا جميعا الفاتحة. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك أقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا محجوبين بحسنا مفتونين بأنفسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من زكاك ربك في صدرك فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاك في بصرك فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاك في عقلك فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاك كلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. زانتك في الخلق العظيم فضائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وعن آل بيته الأبرار الأطهار الأشراف صلاة ترضيك وترضيه وترضيهم وترضى بها عما يا أكرم من سئل يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ومن هذه الرحاب الطاهرة أسأل الله في عليائه ألا يحرمنا من رحابها وأن يديم علينا هذا الفضل العظيم، وأن يجازي كل من قام على هذه الرحاب الطاهرة خير الجزاء، وأن يجعل هذا في صحيفة حسنات من أقيمت له هذه الرحاب الطاهرة. نستهل شعائر صلاة الجمعة بدستور السماوات والأرض، القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن أمين عام نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقارئ مسجد كريمة الدارين سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، يستهل شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم. والجالس معنا لا بد أن يقدم التحية العطرة لسيدنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان.
عطاء
فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد وإنهم لفي شك منه مريب فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا
تمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات
ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن لا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك
وكلا
وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل وجاءك في هذه الحق وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا وإليه يرجع وتوكل
وآل بيته الكرام وأولياء الله الصالحين ولمن أقيمت له هذه الرحاب الطاهرة لهم منا جميعا الفاتحة. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مسجد كريمة الدارين سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وفخر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات العزازي إمام وخطيب الأعتاب الطاهرة. أيها الأخ الكريم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعذت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فاللهم اشغلنا بك لا بخلقك. فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن جزر مقيم شعائر هذه الرحاب الطاهرة يرفع النداء من يوم الجمعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي
على الصلاة على الفلاح.